خد يا اخويا تعدمني تدوقها من ايدي. كمليها انت بقى عشان تجري ورايا. عشان ابليس رجلنا. مين؟ بالهنا والشفا يا حبيبي. ايه القمر ده؟ والله جوز عصافير. نايسكو كمان جاتني اعزفها لكم. ها انت بتقول فيها يا كابتن؟ طب تصدق بقى واحنا في الاوضه فوق ما بناكلش الا لما حكيمه جه يفتح لي صوت الموسيقى الشعريه. ويا ترى بقى وانت في حلوان كنت برضه بتاكلي على الانغام الشعريه؟ تعرفي وانا باكل معاها في حلوان ما كانش في موسيقى شعريه ولا حاجه، بس عمري ما اكلت بنفسي مفتوحه بالشكل ده. المساله مش مساله حلوان ومعادي، مساله اللي بياكل معاك ازاي يفتح لك نفسك بوشه وجماله وطعامته. اخواتي اخواتي. ولا ايه يا سيف؟ طبعا طبعا حكيم جوشة. ايه حكيمه كده من غير يا بابا؟ اهو سيف ده طول عمره ساكن في الزمالك، انما نسرين حبيبتي مراته عمرها ما كلت بنفسه من ساعه ما اتجوزته. ما اصلها برضو يعني طول الوقت عامله دايت يا بابا. اسفه ان انا اتاخرت يا اختي. حماتك بتحبك والله. اصل خدت جميله الدكتور. مين جميله؟ ما هي ساره بقى اسمها جميله. دي بنت ياسين. راحه فين يا عمتش؟ نعم راحه فين يا اختي؟ ما تكملي اكل شبعت. طب اطمني على حفيدتك واعرفي هي كانت عند الدكتور ليه. بقول لك ايه يا حكيم، مش عايزه اي حد يتكلم معايا في الموضوع ده، لا بالهزار ولا بالجد، مفهوم؟ وانا ما اسمحش لاي حد مهما كان انه يمنعني ان انا اتكلم في بيتي بالطريقه اللي تعجبني. بيتك بيت ايه يا ابو بيت انت؟ انت نسيت ولا ايه يا حكيم؟ جزء كبير قوي من ثمن البيت ده مدفوع من حقي في ميراثي من امي وابويا. ايوه رجعنا بقى شغال الاسطوانه القديمه. انت عارفه ان حقك في البيت ده ما يجيش ثمن الكرسي اللي كنت قاعده بتدفعها عليه. ايه يا سياد؟ صلوا على النبي يا سياد الناس، صلوا على النبي. اه ده في شيطان عايز يخش بينكم. ما دخل خلاص. بعد اذنك يا مدام ما تدخليش خالص في اللي ما يخصكيش. ممكن اللي يتكلم مع مراتي يتكلم معاها باحترام؟ لا مش ممكن، ممكن نقطع الكلام مع مراتك خالص يا حكيم. اريح. بما انك بقى جبت سيره نصيب عواطف اللي تمنه اقل من الكرسي اللي هي قاعده عليه، ما تيجي نتكلم على نصيبنا كلنا في كل حاجه. ولا انت فاكر انك ضحكت عليا بالكشك اللي معيشني فيه بره ده؟ لا مش عواطف بس بقى اللي جات لها الصحوه. ها يلا مين عليه الدور؟ انتوا ماشيينها ازاي؟ بالسن؟ دور مين؟ دورك انت كمان؟ يلا عايزه تعرفي مراسك اللي انت سايبه بلد امك علشانه؟ وانا عمري قلت كده؟ واذا قالت كده يبقى حقها كمان يا حكيم. لا لا معلش يا حاتم بقى ما تتكلمش على لساني خالص، انا بعرف اتكلم كويس قوي. اصل انا الوحيده بقى في البيت ده اللي ما بقولش كلام بمعنيين. ما بقولش الا الكلمه اللي قصدها وما بتصرفش الا التصرف اللي انا عايزاه. يعني انت الوحيده على اساس ان احنا المنافقين الاوساخ وانت القديسه اللي فينا ولا ايه؟ ايوه انا القديسه اللي فيكو، انا القديسه اللي فيكو. يا جماعه صلوا على النبي، صلوا على النبي، ده الشيطان دخل بينا. انتوا بتعينوا البخور فين؟ عايز اعمل لكم عروسه وشويه ملح خشن كده ارميه في عين اللي مش عاجبه. ما بلاش شغل محلاه النسوان البلدي ده. انت قليله الادب. لا يا باشا ده انتوا اهل الادب كله. العيب فيا انا. انا المره الجايفه اللي انت جبتها من الحواري عشان تعيشها في السرايات. انا شربات شحاته اللي الهوانم والبشوات مش عايزين يقولوا لها يا شوشيتا عشان هم ولاد تسعه وانا بنت 99 صارمه قديمه متعصب جله. بس عايزه اقول لكم حاجه، احنا كلنا طلعنا القصر امبارح العصر. الباشا مديني تاريخكم كله، حكيلي على كل حاجه. وانشي قبل عواطف خلاكي طنط توفي، وانت يا كابتن خلاك تسوق طياره بدل ما كنت من غيره مش هتعرف تسوق توك توك. انا بقى شوشيتا هانم غصب عن عين التخين فيكو، لان ده بيتي وانا مراته، امشي وارمح فيه زي ما انا عايزه. وقت ما انا عايزه، انا لا بحب الحبسه ولا الخانقه. واللي لسانه مش عايز يخاطب لساني قراط، لساني يستعف ان هو يكلمه 24 قراط. مشاكلكم ان شاء الله تولعوا بيها بجاز وسخ، ما تخصنيش، لكن اللي هيجيب سيرتي عليا النعمه من نعمه ربي هيشوف يوم من يوم ما امه زلطته عمره ما شافه في حياته. وربنا يكفيكوا شر النسوان الوسخه البلدي الواطيه اللي زيي، جاتكوا داهيه، سديتوا نفسي، ده انتوا عيله واطيه. فعلا عيله واطيه. مبسوطين؟
في الوقت دوت انا كنت لسه شاري عربيتي جديدة وشفتها في الشهر العقاري، كانت هي اللي بتخلص لي ورق العربية، وانا ماشي قلت بيني وبين نفسي العربية الجديدة دي شكلها هيبقى وشها حلو قوي عليا. بعديها بعشر ايام بالظبط كان عندي مشوار تاني في الشهر العقاري، فرحت اول ما دخلت بصيت على مكتبها لقيتها قاعدة، رحت واخد بعضي ورايح للموظف اللي قدامها، وبيني وبين نفسي بقول هي جميلة قوي كده ليه. في نفس اللحظة ديت لقيت الموظف بيديني الورق وبيشاور لي عليها، بيقول لي عند الأنسة جميلة، فابتسمت جدا وفرحت قوي ورحت رايح لها. وقبل ما اكلمها وتاخد الورق وتقرا اسمي قالت لي ازيك يا استاذ ياسين، فانا استغربت جدا قلت لها انت لسه فاكراني وفاكره اسمي؟ قالت لي اصلا يوميها ما انت جيت لي انا كنت لسه بقرا سورة ياسين بس، فحبينا بعض وحبينا بعض قوي، وماتت خلاص امبارح بس. معنى انك رامية نفسك وسطهم انهم يسوقوك لطريقتهم الغبية اللي بيتعاملوا بيها مع مرات ابوك، يعني مش ليها لازمة ابدا جملة لما كنت في حلوان مش عارف ايه والكلام الفارغ اللي انت قلتيه ده. بالعكس احنا لازم ننتهز فرصة ان هما بيعملوها وحش عشان احنا نعملها حلو قوي عشان نعرف ناخدها على حجرنا، صح يا بيبي؟ كش ملك. ماشي. يا توم التوم بتاع الخزين، يا توم جزر بتاع المربى. صباحك نادي يا ام دوس. مين شربات؟ وحشتوني يا حرواتيا. طلع لي الحاجة من شنطة العربية، ولو تقال عليك هات عيل يشيل معاه، حاكم دولك يجي 50 كيس، 55 كيس، في عين اللي ما يصلى على النبي. أمر سعادتك. لسانك بينقط سكر. شربات شو شتة يا بنت؟ وحشتيني. يوه مالهاش بقى هزار البهيم ده، واقفل الشيش. الله انا بهيمه يا حمار بقرون. شربات وحشتيني. انا وحشتيني قوي، ورحمة امي كنت ناوي اكلمك النهارده واجي لك الفيلا. انت تيجي وتتكلم في اي وقت، ده بيت اختك يعني بيتك يا واد. البيت ملوش طعم من غيرك يا شربات. وانا عشتي برار في البلة اللي هناك دي من غيرك انت والحلوف التاني. عندي اخبار حلوه في الشغل عايز احكي لك. هنقعد نحكي للدوجة. انا هقضي معاكوا طول النهار وتشوفوا نفسكم تاكلوا ايه علشان اجيبه من ام دوس. اختي وحشتني. ولا انا قوي.
خرجوا روحوا فين يا نادي؟ معرفش، سمعت حكيمه بيقول لها ان هو هيعدي على الاتيليه وبعدين هيروح لها على هناك. هناك فين بقى انا معرفش. وهما الاثنين عدوا من قدامي اكنهم بيعدوا قدام عربيه تين شوكي، ولا حتى صباح الخير. يا جماعه حد فيكم شاف طنط عواطف؟ هي عايشه ولا ايه نظامها؟ انا ما شفتهاش بره اوضتها من امبارح. ايه ده؟ ايه حركات قمص العيال دي؟ هو انت اللي المفروض تبقي زعلانه برضو؟ انا مش عارفه اتلم عليكي من ساعتها علشان جوزك قاعد وكابس على نفسك. مالك؟ هو مين فينا المفروض يبقى زعلان؟ انا برضو اللي قلت عليكي انك بوشين؟ مالك يا نسرين واخده الكلام على نفسك كده؟ طب ما انا يعني ما زعلتش. عشان انا فعلا بوشين. بصي يا رشا، كلنا بنقول الكلام لبعض وقصدنا بيه معنيين. حتى انت يا ملاك الرحمه تقعدي معانا في مؤتمرات اعداد خطه مواجهه العدو وبتطلعي باراء بناءه، لكن اول بقى ما حسيتي ان بابا هيقفشك رحتي مطلعه الجناحات وسحبتي نفسك من فرقه الاشرار. واول واحد سفلتيه تحت رجليك يا عمك حبيبك اللي لولا انه بس رجلك ما كنتيش جيتي عشتي في القصر الملعون. على فكره انت مريضه. على فكره انا مش مريضه خالص، انا قلت ابقى حلوه زيك واقولك الكلام بمعنى واحد، بالمعنى اللي انا شايفاه طول الوقت وقصداه قوي. ايه نسرين في ايه؟ حرام عليكي. حرمت عليكي عشتك. حرام ليه يعني؟ عشان قلت لها رايي فيها بصراحه؟ وبعدين هي المفروض ما تزعلش، ما انا قلت لها ان هي عندها حق في رايها فينا وان احنا كلنا بوشين. انا عن نفسي عميل مزدوج دبل ايجنت، يعني وشي معاكوا ضد سيف ووشي مع سيف ضدكوا، انا ما ببقاش عارفه اركب انهي وش فيهم. يعني انا مثلا دلوقتي يا ناديه مش عارفه اعمل ايه، اكلم سيف اقول له ان بابا رايح على الاتيليه عشان يداري على مصيبه بيعملها، ولا اسيبه على عماه وابوكي بقى يطب عليه ويطين عيشه اهله ويفش غلي منه. طيب انا هاخد الطفله دي وهمشي دلوقتي عشان علميا الاطفال بتتاثر باللي بيحصل حواليها، والبنت دي شكلها ممكن تنتحر دلوقتي. والله عندك حق يا دي حمدي، استغفر حلو قوي. عيب عليك. بص يا باشا، طالما انت طلعت حشاش زميل سيب لي ذاتك، وانا بعون الله هخليك متطفلح على طول. طب ما دام كده بقى يا حمدي هات لي فرش وليك الرب. يا باشا خيرك سابق. يا عم انت مالك انت؟ انا عايز اعمل معاك واجب. ماشي يا باشا مقبوله. انما انت ما فطرتش كويس النهارده ولا ايه؟ لا فطرت ليه؟ اصلك اكلت الجوينت ما شاء الله. خد يا عم بابا. بتداروا ايه؟ بتداروا ايه؟ شيل اللي رميته على الارض ده يا ابني هتولع الدنيا. حضرتك انا قلت له ما ينفعش يعمل الكلام ده هنا لانه ممنوع، بس هو قال لي مالكش دعوه انت، ده شغل بيني وبين جوز اختي انشطه. يا ابن الكلب. والمصحف الشريف ما قلت كده يا باشا؟ اكتب لنفسك خصم اسبوع يا سيف. والحمدي كمان؟ يا سيدي وانت مالك ومال حمدي؟ هو جاب سيرتي؟ الخصم ليك انت بس. ما هو حضرتك احنا كنا بنشرب السجاير مع بعض. لا اله الا الله. انا مش عشان السجاير، انا عشان بتكذب وبتتبلى على اخو المدام. تعالى يا حمدي عايزك. على فكره دي مش اخلاق حشاشين. بتسلمني؟ عارف الكوبرا؟ اه عارفها طبعا يا باشا، شفتها في البرنامج بتاع الحيوان. دي حي الله محفظنا، حتى اسمها الكوبرا عشان اكبر حي في العالم. ادي قرصتها والقبر. ده يا باشا بيقول لك دي بتموت الانسان قبل ما تخلص اللدع اللي بتلدعها له. حتى الكوبرا ليها ترياق. سيف بقى لسه لغايه دلوقتي ما عملولوش ترياق. سيف ده ممكن يموت الانسان مجرد ما يفكر انه يلدعه، حتى قبل ما يلدعه. ايه يلدعه دي؟ ايه اللغه المنيله دي بتاعتك انت واختك؟ خلاص بلاش يلدعه طالما مضايقاك يا باشا، خليها يحنشه، هي صحاها يحنشه جاي من حنش حتى. خلاص خلاص يا حمدي مش مهم. المهم انك لازم تفكر ألف مره وانت بتتعامل مع سيف. المستر؟ لا خلاص انا فهمته كده سعادتك.
طبعا موضوع الحشيش ده يعني قبل ما تكمل ساعتك ورحمه امي اول واخر مره اعملها هنا لا هنا ولا هناك الموضوع ده ممنوع هنا خالص لا ما عشان ابقى قد الحلفين مش هقدر اوعد باكتر من هنا ليه انت مدمن يعني ولا لا مش مدمن بس يعني زي ما تقول كده الحشيش بيظبط دماغي ويهون عليا شويه لا 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 خلاص احنا قلنا لا هنا ولا هناك الموضوع ده انساه خالص اللي تؤمر بيه يا باشا يا حمد انا عندي صديق ليا شاب زيك يعني كده صحته كويسه يعني هو كان بيشتكي يعني ان هو متجوز زينا يعني انه ايه بقى سعادتك يعني على الرغم ان عنده تجارب كتيره وعلاقات كتيره واداؤه كان هايل بشهاده كل الستات اللي اعرفها بشهادة كل ست فهمتك يا باشا تقصد يعني لمؤاخذة في الأوضة الضلمة ضلمة نور في كل الظروف ما تفرقش كان هايل وفجأة الدنيا غيمت ما بقاش زي الأول يا يعني يا ساتر يا رب هدي أوسخ خيبة تحصل للبني آدم يا باشا خيبة مين يا بابا بقولك كان فظيع المهم أنا سمعت هو سمع ان الحشيش ده بيخلي الواحد مرض لا 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 الحشيش ولا كيمي ولا الفياجرا حتى يا باشا ولا حاجه من دول تعدل اللي مات دي حاجه محتاجه معجزه يا ساتر يا رب بص يا باشا خليه يكتر من الدعاء قوم روح قوم روح روح دلوقتي ايوه وقول للتنح اللي هناك ده ان انا امرت لك بنص يوم ربنا يخليك يا باشا يا امير تسلم يا باشا على اذن سعادتك يلاقي حنش يلدعك ويقرصك وتروح فيها يا قرد يا ابن القرده معجزه يا لهوي حشيش بتشرب حشيش يا ولا انت هتستعبطي انا عارف انك عارفه من زمان زمان اديك قلت زمان دلوقتي لا دلوقتي انت بقيت مسؤول ومتجوز وعندك بيت وعيلك جاي في السكه محتاج لكل مليم قولي يا ولا مالك انت ومراتك ما عندكوش زهوة العرسان يعني على خلاقكم ليه ما احنا زي الفل وبقيت من الشغل للبيت ومن البيت للشغل بروح لها كل يوم شايل البطيخة نقعد نتفرج على قناة التت قناة التت ما هو ده اللي قلقني طب اعمل ايه عشان اريحك يا شربات يعني لما كنت متعفرت كنت قلقانة اتجوزت وتهديت برضو قلقانة هتشر عليك من الهدى يو طب ما تقلقيش يا ستي خليك انت في جوزك وبيتك يا اخويا يولع جوزي وبيتي وتولع شربات المهم انت واخوك يا بقف ولا البت اللي بره دي بتموت في التراب اللي بتمشي عليه لو احكي لك بقى على النسوان الالافرانكا بيعملوا ايه في جوازاتهم ايه احكي لي بص افتح يا شربات بسرعه الوليه الدكر دي عايزه مني ايه دلوقتي ده وقته يا اختي مش عارفه اكلم الواد كلمتين على بعض افتح انت بس الباب الاول والنبي لمحمد يو كلمني لما روح ملقانيش قلت له يجي هنا اتغدى مع العيال بس ما قلتلوش اللي كان شربات كده حاف لوز احلى شربات لوز نامي نامي يا صغيرة يلا غفي عالحصيرة نامي نامي يا صغيرة يلا غفي عالحصيرة بكرة بابا جاي وجاي بشمس النورية بعيونه جاي دفيكي شتوية شعرك
أسود ومنقى، واللي يحبك بيبوسك، واللي يشوفك بيترقى. ألو؟ أيوة توفيق. أيوة أنا، هيكون مين يعني؟ بقولك إيه؟ قول المحروس ابنك يا حبيبي، البيت اللي جابها لي في البيت هنا عشان تعيش معايا دي خطة فاشلة، مش هتغير أي حاجة أبداً. قول له يجي على طول ياخدها من خلقتي. أنا مش عصبية ولا نيلة. أنت بتقول لي عصبية وهو قدامك؟ هو عندك؟ وما أنت فين؟ طب خلاص اقفل اقفل اقفل، هطلبك على الارض. يوه، ولما هو عطلان يا اخويا ما جبتش حد يصلحه ليه؟ بقولك ايه، قول له يجي حالا ياخد البيت، فاهم؟ يلا سلام. يا أمي أنا كويسة والله، كويسة كتير منيحة. لا مبسوطة كتير وكلهم كتير مناح معي. لا ما عم ببكي، ما عم ببكي، أنا بس عشان سمعت صوتك مشتقت لك كتير. أنت صحتك كويسة؟ أمورك كلها تمام؟ تقلقيش علي، لا تخافي. ماشي يا أمي، يلا ديري بالك على حالك. مع السلامة، باي باي. تاني احنا مش كنا قفلنا على الموضوع ده يا شربات؟ اسمها شوشات يا صفا. لو النبي خليه يقول لي شربات حاجه، ما انا اسمي بيوحشني وحياتي النعمة. يا بهيم انت مش هتقعد في المحل العمر كله، انت هتروح تقعد اسبوع. مش عايز تعمل خدمه للباشا؟ الاستاذ ياسين احصابه تعبان، هو اداله اسبوع اجازه، ايه المشكله؟ ايوه يا شربات، بس انا فاهم في شغل المحل ده. بس يا ابني انت هتقعد على المكتب زي خيال المآتة، هتجيلك الفلوس الإيراد، هيجي لحد عندك تاخد الفلوس تحطها في الخزنة وتأيد في الدفتر إنها دخلت. إيه شغلانة يا أخويا؟ يا سنيح يا بارد يا تلم، مش عايز تقدم خدمة للباشا؟ العفو طبعا، مش قصدي، بس أنا يا أخويا بترمح قوي كده ليه؟ بالجوز داخل، ما الخير كتير والحمد لله. خف الشرب شوية يا حمدي، مش عايزين نزروة المزرعة الحكيم وبيه. أولا ما ينفعش تبقى أخوات مراتي وتقولوا لي يا بيه. بيه يالا يا غبي أنت، اسمه الباشا. ولا باشا يا سي حمدي. امال نقول ايه؟ قولوا لي يا انشطه. انشطه انشطه عليك يا باشا. الله، انت السكر خلاك فكهي قوي. سكر؟ سكر من ازازتين بيره؟ انا كفاءه يا باشا، اشرب لك كل البيره اللي عندك في الديب فريزر جوه وامشي لك بعدها على الحبل. ده انا مفطوم على البولوناكي وال84. طب سعادتك جربت الكينه؟ يا حبيبي انا شربتها قبل ما تتولد يا ابن امبارح، انا اوعى على البوظه. على فكرة اوعى تكونوا فاكرين ان انا اتولدت في قصر، ده انا احقر واوطى منكم بكتير. طب انتوا بقى عايزين اروح اشتغل في المحل بتاع المهندسين ده من امتى؟ من بكره الصبح. لا لا بكره مش هينفع حكيم وبيه، ده انا بكره تاني يوم تصوير في الكليب يا شربات. نيل انت والكليب بتاعك تقعتنا. اوعى عينك تزوق على البير يا محمد. اعوذ بالله. آه. ها الحموضة راحت؟ الحمد لله أحسن شوية.
يعني كان لازم شربات تطبخ الباميه باللحمه الضاني؟ لو انت صادق دي لحمه ضاني بالباميه. بيني وبينك شربات دي اكلها طعم قوي بس تقيل. انت اللي عجزت، ما هو الباشا جوز شربات اهو عمال ياكل ياكل لاخر زاد وهو قاعد زي الحصان اهو. قاعد زي الحصان وانا اللي عجزت؟ يا سلام. ايه رايك بقى ان حكيم باشا ده اكبر من ابويا، وبينه وبينك الراجل صغر من يوم ما عرف شربات. مفيش فايده فيك. طبعا انت عجزت عشان اتجوزتني، وهو صغر عشان اتجوز شربات، مش كده؟ هو انت مفيش فايده فيكي؟ لازم تحور الكلام وخلاص. انت فهمت قصدي غلط. سيبك من الكلام ده. قادر تستوعب ان انت في عزبه شربات شحاته؟ ايه ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. نجري ورا بعض ازاي يعني؟ سكرت ولا ايه؟ زي الافلام يا حمدي، اللي بيحبوا بعض بيجروا ورا بعض. اه زي الافلام. طب ما في الافلام لما واحد بيغلط مع واحده ما بيتجوزهاش. احنا بقى اتجوزنا. انا بهزر على فكره. قوم قوم اجري، يلا قوم اجري. انت لازم تفضل ورا مامتك لحد ما ترضى عليك وتحن عليك وعلى بنتك. انت ما قدامكش حاجه تعملها غير كده لانها مامتك. حضرتك ما تعرفيش ماما يا طنط. امي بالتحديد غير كل الامهات. ازاي ما اعرفهاش؟ ده انا اعمل فيها دكتوراه. 5 سنين ايام اتجوزت توفيق وانا ما ورايش حاجه، واهم واحده ست في حياتي عواطف عبد الحكيم. ما هو اهم ست في حياه الست درتها. معلش انا اسف. معلش يا طنط. اتفضل. الو صباح الخير. انت بتصحي بدري كمان. انا اصلا كنت هكلمك من شويه بس قلت ممكن تكوني نايمه او حاجه. صباح الخير يا طن. صباح الفل. ايه ده انت لبستي؟ اه ما انا نازله عندي مقابله في جورنال فاتح جديد. لا مش قبل الفطار، نفطر سوا الاول. صحي باباكي على ما صحي يحيى. ماشي. انا صحي يا ستي. صباح الخير. صباح النور. صحي توفيق على ما حضر الفطار. حاضر يا ماما. نمتي كويس؟ اه كويس قوي. ياسين نام؟ اه بس فضلت احكي له طول الليل في حكايات لحد ما سقط مني وقعد يزمر بيا خير. صباح الخير. صباح النور. ايه الاخبار؟ الحمد لله كويس. الكلام سهله. تعالي بقى معايا النادي عشان رشا هتجيب لي جميله هناك. على فكره ماما مش هتنزلك من غير ما تفطر. على فكره انت اللي صاحي متاخر. انا وطنط فطرنا وشربنا القهوه وقعدت تتكلم معايا ساعه كمان. على فكره هلا انت مش متخيله انا مرتاح قد ايه بعد ما اتكلمت مع البني ادم دي. طب ممكن بقى لما تروح تقابل رشا في النادي ما تقولهاش ان احنا كنا بايتين بره؟ وخلي بالك يا ياسين ما تقعدش تحكي لها حاجات عن حياتنا. انت المره اللي فاتت كنت هتقول لرشا والنادي على موضوع جواز بابا وتفتح لهم قلبك على الغارب، صح؟ صح عندك حق. انا حتى كمان خدت بالي لما انت قطعتي الكلام. ما طبعا مش لازم يعرفوا حاجه زي دي قبل ماما. ياسين دول بنات خالك، مش معنى ان هم واقفين جنبك واخدين بالهم من بنتك ان ده الوضع الطبيعي. احنا دلوقتي في ظروف خاصه، واول ما تخلص هيرجعوا زي الاول والعرق الحكيمي هيغلب. فكره برضو عندك حق. طيب انا اروح البس. براحتك صديقي. طلعتي مش سهله انت برضو. لا مش موضوع مش سهله، يعني انا بس مش هبله. اصل انا وعيت على الدنيا على العيله دي ومصايبها بصراحه كده. عيله امي دي الواحد لازم يعد صوابعه بعد ما يسلم عليها. يا ساتر. بس موقف بنات خالك من اخوكي وبنته موقف محترم. بصي يا طنط، انا العيله دي بالنسبه لي اشبه بقبيله الغجر، بيكرهوا بعض جدا، ممكن اي واحد فيهم يفتح بطن التاني لو حس ان عايز ياخد منه حاجه. في نفس الوقت بقى في الازمات تلاقيهم واقفين جنب بعض وبتطلع منهم حركات جدعانه كده غير متوقعه بالمره، ولو حد غريب داس على طرف حد فيهم التاني ممكن يفتح مصارينه عادي. يا سلام على البلاغه في التشبيه، يفتح مصارينه. خش عصر البرتقال. عمرك شفت امي بالقسوه دي؟ عايزه تشغلني يوم اجازتي وتخليني اعصر البرتقال. قادر بناخده يا ستي من لولا. يا سلام، هو في امهات كده؟ يا صباح الفل. صباح الخير يا بابا.
يا بنتي احكي لي عادي، مش دي كانت قصه في حياتك زمان؟ يعني اكيد مش حاسبك عليها. فؤاد، هو انت النهارده مش هتعمل حاجه غير انك تتكلم عن الموضوع ده؟ هو ايه؟ كوك مطيرك قوي كده؟ لا انا كوك ما بيطيرنيش يا زهريه. بيبي انا بكلمك وكانك مش سامعني. انا قلت لك ان ما كانش في حاجه بيني وبينك. كل الفكره ان احنا اشتغلنا مع بعض كتير، والولد شاطر عشان كده انا رشحته، وديك شايف كل الناس مبسوطه منه. الكلام ده بتقوليه في الانترفيوهات، لكن انا جوزك ومرقع، والرقصه اللي رقصتيها انت والواد ده على الاغنيه بتاعت عمرو دياب دي رقصه اتنين في بينهم لغوصه. عيب بقى، ده انت جايه في تخصصي. لغوصه؟ انت اكتر واحد تعرف ترد على السؤال ده. ايه الاوفر اللي انت فيه ده؟ لو طلعتي صورتي بالافاره اللي انت فيها دي محدش هيصدقك. انا ما حبيتش حد غيرك يا فؤاد. الواد ده هو حبني، بس وحياتك عندنا ما حبيت حد غيرك، ولا حتى حبيت حد غيرك. فؤاد بطل جنان، بطل جنان. اوف، عصام بيصمم رقصات مسرحيه استعراضيه جديده، وانا اللي بمرنه دانسرز بتوعه عندي، ووريته الفيديو بتاعك على فكره اللي صورته لك. هايل يا خالد، ودنك هايله وحركتك رشيقه جدا، وكمان عندك كاريزما اون ستيج، وده بيطلع عيني لحد ما بلاقي حد عنده الكاريزما ديت. بس عشان ما حدش علمهولك بيخرج منك حر وفطري وطليق. انت مش فاهم كلامك ده عامل فيا ايه. شكرا جدا، مع اني حلمي الكبير يعني هو التمثيل. طب وايه يعني؟ ما المفروض من ضمن ادوات الممثل يكون بيعرف يرقص. بالظبط كده. صح، ما انا عارف طبعا، يعني انا اعرف ان في هوليود كل الممثلين بيعرفوا يغنوا ويرقصوا. صح؟ صح. ثانيه واحده. اتفضل. ايوه. بقول لك ايه؟ عايزاه يتفرج عليك وانت بترقص لايف، برضو احساس اللايف حاجه تانية خالص غير الفيديو. والله مش لاقي كلام اشكرك بيه على اللي بتعمليه معايا ده مدام. اشكرني على ايه يا ابني؟ انت لو مش كويس ما كنتش عملت معاك كده، المفروض تشكر موهبتك انت وتشكرنيش انا. انا اعرفك منين اساسا؟ هو حضرتك مش فاكره ان احنا اتقابلنا قبل كده؟ يعني بيتهيألي شكلك مألوف، يمكن شفتك في اعلانات او حاجه كده. لا احنا ليله ما اتقابلنا اول مره كنا سهرانين في نفس المكان، يوم العشاء اللي كان عند حكيمه بيه في البيت. ايه ده، انت كنت هناك؟ ايوه، ما هو انا اخو مدام شوشيت مراته. يا راجل. أيوة. بس يعني ما رضيتش اجي اكلمك. يلا مكر وكفر يخشوا المدام. ايوه. بحسن الصوت. ميرسي جدا يا مدام. يوم ما يلا يا ابني انت بتجز، انا كلنا نستناك ولا ايه؟ يلا بخير. الله يرضى عليك.